بدونك هذه الحياة فراشة. بالنسبة للعباءة ديال عباءة الفراشة، عباءة فراشة كيجيو فيها صديفات هابطين حتى لتحت، كتجي عريضة في اللبسة ديالها، معها ضيوفة بالألوان، معها الحجابات ديالها بالألوان. غتبقى لكم فقط 230 درهم أخواتي الطيبات، 230 درهم والألوان، يعني 230 درهم بالحجاب ديالها، غتبقى ب 230 درهم وفيها اللوينات ما شاء الله روعة. يلا الأخوات اللي بغات تسافر واللي بغا باش تبرد في الصيف بإذن الله تلبس شي حاجة خفيفة ظريفة، هذا الموديل حتى هو من 230 درهم وحديتو، دابا فقط 230 درهم بالحجاب ديالو. بالنسبة لهذا درنا معاه حجاب اللي لون سامبل، لون واحد. عندنا هذا الموف هذا تبارك الله ما شاء الله حتى هو اللون ديالو غزال، درنا معاه الحجاب هذا. عندنا هاد السيان حتى هي كيف شفتوا بالنسبه للفراشه راه كتجي عريضه بحال هكا، هذه البنات 230 درهم، كل شيء يلبس باذن الله في هذا الصيف، هذا كل شيء يلبس في هذا العيد باذن الله. هذا الموديل هذا حتى هو 230 درهم بالحجاب ديالها، 230 درهم. كاين هذا اللون هذا، درنا معاه الحجاب المزركش. البنات اللي ما بغاتش الحجاب المزركش ممكن انا تاخذ لون واحد، فحتى هو راه نفس الثمن. عندنا هذا اللون، هذا اخضر مغلوط، هذا الاخضر، مرسلينه اخر لون اللي هو الاجوري. لا اله الا الله. بالنسبه لهذا اللون هذا البنات، بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي كانت دايره العباءه فق بوحديتها 330 درهم، اليوم غتبقى 250 درهم هي والزيف ديالها، يعني نقصنا فيها 20 درهم البنات. ملي كتاخديها مع الحجاب ديالها كتبقى لك 250 درهم العباءه والحجاب ديالها. بالنسبه للعباءه هذه راه شفتوا لا كوب ديالها، يعني كتجي لا كوب ديالها مميزه، غنحط لكم ضروري نحط لكم فيديوهات اولا صور في الجانب باش تشوفوا كيفاش الموديل كيجي في اللبسه. بالنسبه لهذا الموديل كيف قلت لكم 250 درهم. هانتوما البنات الموديل الاول اللي هو فراشه داير 230 درهم هو بالزيف، وهذا الموديل هذا 250 درهم الزيف والعبايه ديالو. فيه اجي وريهم اللوينات اختي، في هذا اللون هذا بحجابه، في هذا الخضير هذا اللي غزال ما شاء الله لون زويون مع هذا الحجاب هذا، هذا اخر شوفي اولا داك الفيغ مفتوح، هذا سميتو هذا عندنا هذا السيال حتى هو بالحجاب ديالو، وعندي هذا الخضر هذا حتى هو ولا كناري عفوا الزيف ديالو، وعندي هذا الخضر هذا فيغ ميليتير حتى هو بالزيف ديالو. هادو هما اللوينات اللي كاينين في هذا الموديل هذا. بقات لينا العباءه، نوريكم الموديل اللي بقى لي هنايا. السلام عليكم ورحمه الله اخواتي الطيبات، كي دايرين؟ احوالكم طيبه؟ اسال الله عز وجل ان ندخل عليكم هاد العشر المباركه يا ربي بالصحه والسلامه وكاع ما تمنيتو. كنسالكم الدعاء واحد السيده عزيزه علينا، هذا جارتنا واختنا وكل شيء، فادعوا معها بالشفاء العاجل يا ربي، فمسكينه جا مرض سرطان، فالله يجزيكم بخير، الله يكبر بكم دعواتكم لها بالشفاء العاجل، ويا ربي يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين اينما كانوا، يا ربي تشافيهم وتعافيهم.
مرحبا بكم في محل عبايات انا ام ياسر. كي كتعرفوا المحل كاين في الدار البيضاء في الولفه، بالضبط كاينين حنا في الحشفة. طيبات، شكرا لكم بزاف بزاف على تعليقاتكم وعلى كلامكم الطيب وعلى كل كلمه كتقولها في حقنا، شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه للاخوات اللي باغيين يتقداو العيد، فراه ما شاء الله وجدنا لكم بزاف ديال الموديلات، وفي نفس الوقت فيهم لوينات وفيهم حتى لي طاي، يعني الان والان اكس ال، واغلب الموديلات اللي سالوا لينا حنا عاودنا حطيناهم، الا الموديل ديال 200 درهم، هذاك الموديل اللي كنت حطيت لكم ديال 200 درهم، فحتى هو راه خدامين فيه ان شاء الله من هنايا واحد السبت ان شاء الله باذن الله غادي نوجدوه لكم، وغادي يكونوا فيه معاه الحجابات ديالو، فاللي بغاتو ان شاء الله دوز ليه السبت باذن الله. بالنسبه للاخوات ديال الارسال، اخر الاسبوع هو اخر وقيته ديال الارسال، حيت عرفتوا الاسبوع الاخر غادي يكون شويه الضغط ديال العيد وداكشي، فكنحاولوا حنايا باش نبعدو. فكيف قلت لكم المحل كاين في الدار البيضاء، بالضبط كاين حنا في الولفه، ملي كتجي الحاج فاتح حدا المخبزه ديال بلادي كتلقاي اونفاس معها القيصريه ديال الحاج فاتح، كتطلعي الفوق كتلقاي المحل ديالنا. فكيف قلت لكم يعني ما شاء الله عندنا لكم بزاف ديال الموديلات وبزاف ديال اللوينات، يعني ما شاء الله غير اللي زعما هذا، فراه ما شاء الله كاين بزاف كوليكسيون تبارك الله ما شاء الله، فيها بزاف الموديلات على راسها العباءه الاماراتيه البنات، العباءه الاماراتيه، العباءه اللي نالت الاعجاب ديال بزاف ديال الاخوات، العباءه الاماراتيه اللي كتكون متكونه من قطعتين، فيها هادي اللي كتجي بحال هكا كيف شفتوا، فيها ما فيهاش لي مونش فمونش، سيوا مخدومه ما شاء الله غزاله مخدومه بالكريب. وبالنسبه للثوب الفوقاني البنات فهو الكريب مكبش، ففعلا ما شاء الله مخدومه زوينه، حتى لي ديطاي اللي فيها مخدومين بطريقه ما شاء الله متقونه، وفي نفس الوقت الثوب ديالها يعني مريح ما شاء الله. هذا الموديل هذا كي عرفتو كنت حطيته في رمضان، فما شاء الله كان الاخوات بزاف كان عليه واحد الاقبال، فدابا عاودت لكم بلوينات ديال الصيف، يعني بزاف ما شاء الله ديال الالوان. في هذا اللوين هذا، في الموف، في هذا الموف انوي، هذا اللون اللي واعر تبارك الله زوين هذا اللون، في هاد الناس هاد الخضيره هذا نات البلوغوا، في هاد المطرد هذا ولكن هذاك الفاتح ماشي المطرد عفوا هذا صابلي ولكن داك المفتوح، في هاد اللوين هذا، في الباج يعني ما شاء الله فيه بزاف اللوينات، عندنا فيه الكاشيري، هاد اللوينات تبارك الله راه كلها متوفره البنات في لي طايب ثلاثه، يعني كاينه في الام والال والاكس ال، كاين فيه حتى السيال، فما شاء الله هذا الموديل هذا راه خدمت لكم فيه واحد الكونتيتي اللي ما شاء الله كبيره. بالنسبه للثمن ديالو البنات اللي كيبقى اخر ثمن اللي هو 320 درهم، هذا الموديل هذا كنا كنبيعوه في رمضان ب 300 درهم، ولكن كنت كنخدمو الثوب التحتاني كنت كنخدم بثوب اخر، دابا حاليا خدمت بهذا الثوب هذا اللي كيجي احسن من الاخر، ولكن هو زيد في الثمن فاضطرينا اننا نزيدو 20 درهم على الناس، غير باش تاخذوا باش تعرفوا هذه المساله هذه، حيت بعض الاخوات كيقولوا لي اختي انا اغليتي في الموديل كنتي دايره ليه 300 درهم دابا درتي ليه 330، بصح دابا عفوا 320 درنا ليه 320، ولكن راه الثوب ديال التحتاني هانتوما احسن من الثوب الاخر اللي كنا كنخدمو به، هذا الثوب ديالو غزال ما شاء الله، وحتى الفينيشو ديال الخدمه ولي ديطاي اللي كاينين كلهم تبارك الله زوينين، الموديل كيجي راقي فاش كتلبسي كتحسي براسك لابسه شي حاجه راقيه. بالنسبه لهذا الموديل البنات، بالنسبه للحجابات هاد الناس حتى هما راه متوفرين في الالوان، كاين مجموعه ديال اللوينات، غنحاول ندير لكم واحد الفيديو نوريكم بعض الالوان ديال الحجابات، هانتوما ها هو هذا، فراه كبير كيكون فيه مترونس على مترونس، هذا الموديل هذا البنات حتى هو هذا صراحه ما وريتوش لكم ملبوس، كنت حطيت واحد الريل في الانستغرام، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الانستغرام ديالنا يدخلوا عندنا الانستغرام عبايات انا ام ياسر، غتلقاو البيسات ملبوسين، يعني اغلبيه ديال البيسات اللي غتشوفوهم في هذا الفيديو ملبوسين في الفيديو ديال الانستغرام. هذا الموديل فيه جوج ديال القطع، فيه قطعه كتجي عباءه طويله فيها لي ديتاي، هانتوما كيف شفتو من تحت كتبان مزيان،
فيها هكا وفي نفس الوقت فيها الجيلي معها الجيلي. شفتوا الجيلي ديالها ففي اللبسه تبارك الله كتجي رائعه. غنحاول نحط لكم الصوره، غادي تشوفوا الصوره تما ديال هذا الموديل هذا. حتى الكميمات كيجيو في هذا الشكل وبطبيعه الحال مخدومه بطريقه ممتازه، كما راكم عارفين باش نكاين نفس الكاليتي اللي كتاخذوا. وحتى بالنسبه للثوبات الناس فراه دائما كنخدموا بالكاليتي الاولى، يعني خدمنا بالكريب روزا كناخذوا الكاليتي الاولى، خدمنا باي ثوب بالاتوال ريحانه كذلك كناخذوا ريحانه ممتازه، خدمنا بالبرادا كناخذوا البرادا الكريب اللي طايح، يعني دائما كنحاولوا اننا نخدموا لكم باحسن الاثواب. علاش هكا؟ باش نتوما كتستافدوا وحنا كذلك كنستافدوا، لان حنا يكفينا ان الحمد لله الاخوات كيتشقوا فينا وكيتقدموا عندنا شي حاجه اللي كتلبسها وكتعاود، وكيف كيقول لي الاخوات دائما صبا ورد، فهذا هو الغايه وهذا هو الهدف. بالنسبه لهذا الموديل هذا البنات اجي نوريكم عليه، بالنسبه لهذا الموديل البنات كاينه فيه حتى هو فيه لي طاي الام والال والاكس ال، عندي فيه الاسود، عندي فيه الموف مغلق، عندنا فيه الماغو، عندنا فيه الخرشوفي، عندي فيه البلو جين، وعندي فيه الاجوري. ها هو الاجوري، هادو هما اللوينات ديال هاد الموديل. وكاين فيه حتى الترابي، المهم كاينين شي لوينات اللي ما غتلقاهمش في لي طاي بثلاثه، دابا الترابي والبلو ماري وداكشي يعني تقدري تلقاي في طاي ما تلقايش في طاي اخرى. كاين ترابي وكاين بلو مارين وكاين كيف قلت لكم الموف وكاين الغوز، الغوز بيبي بالنسبه للاكس ال. عندنا نشوفوا هذا الموديل هذا، عندنا هذا الموديل تبارك الله ما شاء الله روعه في مكان، يعني اخر مكان اخر مكان في الموديلات هو هذا الموديل، اخر مكان في الموديلات اخر حاجه حطيناها اللي هو هذا الموديل. الموديل كيجي ديال الكسيوة ما شاء الله روعه في اللبسه، كيجيو فيه الكتيفات بهذا الشكل وفيه فيه هنايا هذه القطيعه، ومن الجناب كيجي فيه هذا هذا لي بلي هنايا. فيه لوينات وفيه لي طاي. هاد اللون هذا، هذا الفيشيا. بالنسبه لهذا الموديل فيه بزاف ديال الالوان، اجي نوريهم. فيه الموطاف، فيه الموف مفتوح، فيه الموف مغلق، فيه بلو مارين، فيه نوار، فيه نوار. بالنسبه للبنات اللي كانوا كيسولوني على هذا الموديل بالنسبه للاكس ال، راه غدا ان شاء الله غادي تكون موجوده، يعني نتوما اليوم ان شاء الله غتشوفوا فيديو غدا غادي تلقاو ان شاء الله عندي طاي اكس ال. اكس ال بزاف اللي كنسولوا عليها في هذا الموديل، ان شاء الله باذن الله غدا غنحاول نوفر اللي هو لابعه باذن الله. غادي تكون عندنا في العشيه فيها الاكس ال وفيها الام والال بطبيعه الحال، يعني لي طاي بثلاثه، وفيها حتى دوبل اكس ال. هذا الموديل فيه حتى الدوبل، ها بالنسبه للدوبل فتبارك الله ما شاء الله وافيه في الطول وحتى في العرض، والدوبل ديالنا راه دائما كتعطي يعني جوج ديال لي طاي. عندي فيها البلوغوا، وعندنا فيها هاد الخضيضر، عندنا فيها الكرونه دم الغزال، عندنا فيها الخرشوفي، كيف هاد الخضر هذا مغلوق، فتبارك الله ما شاء الله فيها بزاف ديال الالوان. والطاي الال راه كانت سالات ليا يلا حطيتها اليوم، بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوا على الطاي ال في هذا الموديل يلا اليوم عاد حطيناها، لان هذاك الشيء اللي كنا حاطينه مشى فيلا دابا عودناه. اوكي فيها حتى هاد السيال هذا، فما شاء الله فيها اللوينات البنات، حوايج ديال العيد موجودين عند هناء ام ياسر هاد العام متنوعين، يعني الاخوات اللي باغيين يسافروا ان شاء الله باذن الله والاخوات حتى هما اللي باغيين يعيدوا كذا، فراه ما شاء الله كاينين لبسات بزاف وكاينين الموديلات ما شاء الله بزاف ما تنساش تلبسوا.
بالاخص اهم نقطه اللي هي اثواب ديال الصيف، يعني اثواب صيفيه هي اللي حاولت انني نخدم لكم في هذه الوقيته هذه. يعني تجي تاخذي شي حاجه اللي توب ديالها بارد غتلبسي هذا العام باذن الله، ومن غير سالي البرد غتجمعيها، والعام الجاي ان شاء الله باذن الله عاوتاني غتجبديها. بالنسبه للموديل ديال الكرافطه، اللي الموديل اللي ما كنقدروش نستغناو عليه حتى هو موجود البنات في لوينات وفي حتى ليطاي. هاد الموديل البنات راه كيسالي لينا وكنعاودوه، يعني غالب الموديلات اللي كتشوفوا اليوم راه الاغلب ديالهم يعني متقادات اللي كتقادي فيها شي طاي كنعاودوها لكم، لان بزاف ديال الاخوات كتجي وما كتلقاش الموديل، كتقول لك انا شفت في القناه وما لقيتوش في الواقع، فلهذا كنحاول ان كل مره نعاود لكم الموديل وننوع لكم في الالوان. عندي فيه هذا السيال، عندنا فيه الكاشيري، عندنا فيه الموف، كاين فيه الكرونا، كاين فيه هاد الخضيضه، فيه البلوغوا، فيه هاد الفير هذا، فيه الموف مغلوق، فيه الكرونا باربا، وفيه الموف فاتح، وفيه الخرشوفي، فيه الموف فاتح وفيه الخرشوفي. هادو لوينات بالنسبه للعباءه ديال الكرافطه. بالنسبه لهاد العباءه ديال الكسيوه اللي مخدومه بالقطاري، كاين عندنا البنات كيف قلت لكم العباءة القطرية، العباءة اللي تبارك الله حتى هي كتجي روعة في اللبسة، مخدومة بثوب قطري، فيها اللوينات، مبقاش فيها بزاف الألوان، ولكن مازال فيها الألوان، أغلبية الألوان مغلوقة، محبة الألوان مغلوقة. هذا الكري مغلوق، عندنا فيها الترابي، عندي فيها الكرونة باربا البنات، هذه ربما تبان لكم اللون ديالها مفتوحة، هذه راها مغلوقة، الكرونة باربا، عندنا فيها كيف قلت لكم بالنسبه لهذا الموديل، هذا فيه ترابي الكرونا الكري كريم بلوك، فيه البترولي نبغي نقول لكم فيه خرشوف، فيه وغزير، فيه نوار، فيه بيج، فيه موف، وفيه تبارك الله الاسود الماغون، يعني الالوان مغلوقه موجوده، وفيه حتى الزيتي. بالنسبه للطاي راه كاينه فيه الطاي الام والال وحتى الاكس ال بطبيعه الحال. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا واحد المفاجاه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهذا الموديل، هذا ياقوت، عباءه ياقوت، العباءه حتى هي ما نقدروش نستغناو عليها، حتى نتوما ما تقدروش تستغناو عليها، لانها كتجي ما شاء الله روعه في اللبسه، حتى هي راها موجوده فيها الالوان وفيها حتى لي طاي. هذا بيج، فيها الزيتي، فيها هذا كري مفتوح، فيها الكرونة، فيها الغوز بيبي، فيها النوار، فيها الكريم غلوق، ما شاء الله فيها اللوينات الكاشيري، مهم ما شاء الله فيها الالوان. بالنسبة لهذا الموديل، هذا اللي باقي في نفس الثمن ديال السولد 200 درهم بدون حجاب، هو والحجاب ديالو 240 درهم البنات، هو الحجاب ديالو 240 درهم، ودابا غنديرو ليه 230 درهم هو الحجاب ديالو. بالنسبة لهاد العباءة هي وحجابها 230 درهم، صافي. هاد الموديل هذا بالضبط ديال سميتو ديال هاد العباءة فراشة، داير 230 درهم هو والزيف ديالو، هذا غنخليه لكم فقط 230 درهم بالحجاب ديالو، 230 درهم. العباءة ديال الطرحة البنات بقاو فيها بعض الألوانات، غنوريكم الألوان اللي كاينين فيها، حتى هي بغيتي تاخديها بحجابها مزركش أولا سامبل ما كاين حتى شي مشكل، اللي بغيتي يعني انتيا اللي كترتاحي فيه راه هو اللي غادي تاخديه بطبيعة الحال. حتى العباءات اللي وريناكم قبل ممكن انك تاخدي لون في اللون، اولا تاخدي لون مزركش ولا سامبل، ما كاينش مشكل، اللون اللي كترتاحي فيه اختي مرحبا بك، الناس قولك معاه. بالنسبه للعباءه ديال الطرحه، العباءه اللي ما شاء الله مطلوبه واللي كتجي حتى هي تبارك الله ما شاء الله رائعه في اللبسه ديالها، عباءه الطرحه الناس مؤخرا بحكم ان الثوب كان زاد فكنا درنا لها 300 درهم، دابا حاليا غتبقى فقط 280 درهم العباءه بوحدها، 280 درهم العباءه بوحديتها البنات. كاين فيها هاد اللوين هذا كيف شفتوا فيها السيال، وفيها الكرونة دم الغزال، فيها هاد اللوين هذا فيغ ماشي فيغو، هذا البلو كانار، وعندنا فيها الكري مفتوح، وعندي فيها البلوغوا، هادو هما اللوينات اللي بقاو فيها، يعني ما فيهاش ألوان أخرى، هاد الألوان هما اللي كاينين في العباءة ديال الطرحة، العباءة اللي مطلوبة بزاف. اللي مازال ما شافتش العباءه الطرحه تكتب عباءه الطرحه او العباءه الملبسه غتلقاوها حاطاها في يوتيوب في القناه نيت،
كتجي تبارك الله حتى هي روعه في نفسها. بالنسبه للعباءه ديال العقيقه البنات او لعباءه المناسبات اللي حتى هي تبارك الله ما شاء الله كيف شفتوا كتجي روعه في اللبسه ديالها، يعني عباءه ديال المناسبات نيت لوتوب ديالها مطلوق البنات، هذه غير قلبيها صبنيها في الماكينه كتخرج بحال يلاه بقى جديده، صبنيها غير علقيها ما تصلحيها ما والو، صبنيها وملي تحيديها من المصلوح غير علقيها كتبقى بحال هكا. انا يعني ديجا كنت خديت وحده منهم فما شاء الله لا في الخدمه ديال العقيق ولا حتى الخدمه ديال هذا، فما شاء الله خدمتها رائعه. ها انتم كيف شفتوا هي فيها هنا كتجي هنا فيها الصيفه هنا فيها الترقيه كتسد وكتحل صافي وكتجي سامبل هي من تحت، والكميمات فيها محلولين وغادي تلقاو غنحط لكم واحد الموديل ثاني اللي هو نفسه ولكن درت لكم لاستيك في الكمام حيت كانوا الطلب كثير من الاخوات اللي قالوا لي انا اختي بغيناها بلاستيك فانا درتها لكم بلاستيك، غتلقاوها ان شاء الله في الفيديو المقبل. بالنسبه لهذا اللون هذا هذا المرتديله كاين فيها هذا الزريق ها انتوما وفيها بلو مارين مازال غيكونوا فيها اللوينات، هذه يومين ان شاء الله غيوجدوا فيها بزاف ديال الالوان اللي ان شاء الله باذن الله غتكون معروضه ولا اللي بغاتها العيد ان شاء الله باذن الله. ديروا بالكم معنا غنحطوا فيديو واحد اخر فيه عباءه ديال المناسبات، نتمنى من الله عز وجل ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، واخا حاولت انني نكون خفيفه ولكن واخا كنحاولوا ضروري كيجي الفيديو طويل. ان شاء الله باذن الله الى الفيديو مقبل وعواشكم مبروكه والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وما تنساوش انكم تدعوا ليا مع خالتي فاطمه الله يشافيها ويعافيها يا ربي ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب، وخليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.